قبل أن ننطلق في موضوعنا، نشكركم أعزائنا المشاهدين على دعمكم اللامشروط، فلنحاول إيصال الفيديو لعشرة ألاف إعجاب كتشجيعنا على إطلاعكم بكل جديد. يعتبر الجيش الجزيري واحدا من أقوى الجيوش في القارة الإفريقية والوطن العربي، وذلك بفضل ترسانته العسكرية المتنوعة التي تشمل منظومات متطورة من الصواريخ بعيدة وقصيرة المدى من بين الأسلحة التي تشكل قوة استراتيجية حاسمة. تبرز الصواريخ بسرعة وقدرة على التحقيق الدقة والفائقة والتدمير الواسع، وفي هذا الفيديو سنستعرض أسرع الصواريخ التي يمتلكها الجيش الجزيري حاليا، موضحين خصائصها التقنية ومجالات استخداماتها. لكن قبل أن ننطلق في موضوعنا، لا تنسوا أعزائنا المشاهدين الضغط على زر الإعجاب كتشجيع لنا على إطلاعكم بكل جديد. سابعا، كورنيت إم. كورنيت إم هو صاروخ موجه مضاد للدروع، تم تطويره ليكون فعالا ضد المركبات المدرعة الثقيلة والتحصينات. يستخدم نظام توجيه ليزري شبه أوتوماتيكي لتحقيق دقة عالية. السرعة 300 متر في الثانية، المدى حتى 10 كيلومترات في النهار و8 كيلومترات في الليل. الرأس الحربي يزن حوالي 10 كيلوغرامات، قادرة على اختراق دروع يصل سمكها إلى 1300 ملم خلف الدروع التفاعلية. أنواع الرؤوس الحربية: رأس حربي حراري أو شديد الانفجار. الاستخدامات: يستخدم ضد الدبابات الحديثة ذات الدروع التفاعلية، فعال ضد التحصينات والمركبات غير المدرعة، يمكن استخدامه لإسقاط المروحيات على ارتفاعات منخفضة. مزاياه: دقة عالية في إصابة الأهداف، سهولة النقل والاستخدام، مدى طويل مقارنة بالصواريخ المضادة للدروع الأخرى. سادسا، على قائمتنا كلوب كي. كلوب كي هو نظام صاروخي كروز خفي، يتميز بقدرته على الإخفاء في حاوية شحن عادية، مما يجعله صعب الاكتشاف من قبل الخصوم. يعتبر نظاما مثاليا للحرب الغير المتكافئة. السرعة 2.9 ماخ، أي حوالي 3500 كيلومتر في ساعة. المدى يصل إلى 300 كيلومتر في النسخة التصديرية. الرأس الحربي: رأس تقليدي يزن حوالي 450 كيلوغرام. خيارات للتزويد برؤوس شديدة الانفجار أو خارقة للتحصينات. الاستخدامات: ضرب الأهداف البرية عالية القيمة مثل البنية التحتية العسكرية، استهداف السفن الحربية المعادية. مزاياه: القدرة على التخفي بفضل شكله المموه داخل حاوية الشحن، سهولة التنقل ونشره في أي مكان، مناسب للضربات الاستراتيجية المفاجئة. خامسا، ياخونت بي 800. ياخونت هو صاروخ كروز مضاد للسفن، يتميز بسرعته الفائقة وقدرته على إصابة الأهداف البحرية المتحركة. السرعة 2.5 ماخ، حوالي 3000 كيلومتر في الساعة. المدى يصل إلى 300 كيلومتر. الرأس الحربي يزن حوالي 200 كيلوغرام. أنواع التوجيه: توجيه بالقصور الذاتية خلال المرحلة الأولى، توجيه نشط برادار في المرحلة النهائية لضمان إصابة دقيقة. الاستخدامات: استهداف السفن الحربية والبوارج الكبيرة، يمكن استخدامه ضد أهداف بحرية متحركة وسريعة. مزاياه: سرعة فائقة تقلل من احتمالية اعتراضه، القدرة على تنفيذ هجمات على ارتفاعات منخفضة لتجنب كشف بالرادارات، دقة عالية في إصابة الأهداف المتحركة. رابعا، كاليبر. تعتبر صواريخ كاليبر من أهم الصواريخ الروسية التي تعتمد عليها الجزائر لتعزيز قدرتها البحرية والجوية. يتميز هذا الصاروخ بتعدد استخداماته ودقته العالية. السرعة 2.5 ماخ، حوالي 3000 كيلومتر في الساعة. المدى بين 1500 و2500 كيلومتر. الرأس الحربي يزن حوالي 450 كيلوغرام، يمكن تحميله برؤوس تقليدية أو نووية. الاستخدام: ضرب الأهداف البرية البعيدة، استهداف السفن والبوارج البحرية، مناسب للعمليات الهجومية ضد مراكز القيادة والبنية التحتية. مزاياه: مدى طويل، يتيح تنفيذ هجمات عميقة خلف خطوط العدو، توجيه متطور يضمن إصابة دقيقة، إمكانية الإطلاق من السفن والغواصات. عزيزي المشاهد، قد وصلنا إلى نصف الفيديو. إذا رأيت الفيديو مفيدا، لا تنسى ترك الإعجاب واعطنا رأيك في التعليقات حول الموضوع لنستفيد من بعضنا البعض، وبدون إطالة فنواصل قائمتنا. ثالثا، صواريخ براهموس. براهموس هو صاروخ كروز أسرع من الصوت، تم تطوره بالتعاون بين الهند وروسيا. يعد من أسرع صواريخ كروز في العالم، وتشير التقارير إلى أن الجزائر قد أبدت اهتماما بامتلاكه. السرعة 3 ماخ، أي حوالي 3700 كيلومتر في الساعة.
المدى يصل إلى 290 كيلومترا في النسخة التصديرية، بينما تصل النسخة الأصلية إلى 500 كيلومتر. الرأس الحربي، وزن الرأس الحربي يتراوح بين 200 إلى 300 كيلوغرام. خيارات متعددة بين التقليدي والشديد الانفجار. الاستخدام، استهداف السفن الحربية والمجمعات البحرية. ضرب الأهداف البرية مثل قواعد العدو والبنية التحتية. مزاياه، سرعة عالية جدا تزيد من الفرص ضرب الهدف قبل اعتراضه. إمكانية إطلاقه من المنصات البرية والبحرية والجوية. مناورة عالية لمواجهة أنظمة الدفاع الجوي. ثانيا، إسكندر أي. إسكندر أي هو نظام وصاروخ باليستي تكتيكي يتميز بسرعته الهائلة ودقته العالية. يستخدم لضرب الأهداف الاستراتيجية ضمن مدى عمليته متوسط. سرعة 7.5 ماخ، أي حوالي 2100 متر في الثانية. المدى 500 كيلومتر. الرأس الحربي، رأس تقليدي بوزن 480 كيلوغرام. خيار للتجهيز برأس نووي. الاستخدام، تدمير مراكز القيادة، قواعد العدو أو مستودعات الذخيرة. ضرب الأهداف عالية القيمة في العمق الاستراتيجي. مزاياه، صعوبة اعتراضه بفضل سرعته الفائقة وقدرته على المناورة. قدرة على إصابة الأهداف بدقة ضمن نطاق واسع. تصميم يتيح تجاوز أنظمة الدفاع الجوي. في المركز الأول، منظومة S-400 ترايومف. تعد منظومة S-400 واحدة من أكثر الأنظمة الدفاعية تطورا في العالم، وقادرة على إطلاق صواريخ فائقة السرعة لاعتراض التهديدات الجوية. السرعة 17 ماخ، أي حوالي 4.8 كيلومترات في الثانية. المدى يصل إلى 400 كيلومتر. الاستخدام، اعتراض الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار. التصدي لصواريخ البالستية. حماية المجال الجوي ضد التهديدات المتطورة. المزايا، سرعة استجابة فورية ضد التهديدات. مدى واسع يغطي مساحة كبيرة. صعوبة تجاوز دفاعاته بفضل قدرة التكنولوجية المتقدمة. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبكم محتوى الفيديو وتريدون فيديوهات مماثلة، اضغطوا على أحد الصور التي تظهر لكم في الشاشة. وكالعادة نلتقي في فيديو آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.